يقول في بلادنا يضربون البقر عند ذبحها بالحديد على رأسها ضربا حتى يغمى عليها وتقع على الأرض وتذبح وهي في حالة الإغماء قبل الموت، وذلك لكثرة الذبائح في المسالق، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن هذا تعذيب للحيوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا فيه تعذيب للحيوان، يضرب ثم يقتل ثم يذبح، هذا فيه زيادة وتعذيب. الأمر الثاني أن هذا قد يموت الحيوان قبل الذكاة، قد يموت الحيوان بالضربة، يكون من الموقوذة، يكون من الموقوذة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، تموت بالضربة وما يدرينا أنه أدركها وهي حية وقوى ذبحها. هذا محذور عظيم، أنه قد تكون هذا الحيوان مات بالضربة ولم يمت بالذكاة. نعم.